هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. وأولا جينا نشوف الظرفية الحالية ديال الفريق الرجاء الرياضي. كنظن بأن يعني طلب ديال التأجيل بالنسبة للمسؤولين هو طلب منطقي، لأن تغيير المدرب رغبة في انتداب مجموعة التعاقد مع اللاعبين وتعزيز الصفوف ديال الفريق. مجموعة من اللاعبين الحاليين ما عطاوش يعني الإضافة، حتى ولو ضافهم فريق الرجاء الرياضي في اللائحة الإفريقية فما غيكونوش حاضرين في المباراة، لأنهم ما لاعبينش مباريات كثيرة. جبريل سيلا، مصطفى كوياطي، يعني الأداء ديالهم، حميد أحداد ماشي في المستوى اللي كنعرفوه بسبب الإصابات. فكنظن إضافة هاد اللاعبين ما غاديش يعطي واحد يعني واحد إضافة كثيرة لفريق الرجاء الرياضي. كنظن بأن يعني القرار كان من أجل التأجيل، من اجل الطلب ديال التاجيل، يعني من اجل انه يتفتح الميركاتو الشتوي في يناير باش الفريق انذاك يكون عز الصفوف ديالو بلاعبين جدد اللي يضافوا في اللائحه الافريقيه. اللي كنتمناو سواء تاجل سواء ما تاجلش، اخر الاخبار كتقول بانه تم رسميا رفض الطلب، يعني المباراه غتكون في 22 دو جانبير. فكنتمناو ان فريق الرجاء الرياضي يكون في يعني في نهارو ويحقق نتيجه ايجابيه ويتوج باللقب. بكل صراحه هو قرار ما غاديش يكون في مصلحة الرجاء، لأنه فريق رجاء الرياضي التركيبة البشرية الحالية ديالو فيها نوع من النقص، وهذا واضح لأنه تكلم عليها حتى المدرب الجديد فيلموت اللي جا للرجاء. أنا ما عرفتش علاش القرار قوبل بالرفض، مع أنه الضغط كان من جانب الأهلي والإعلام المصري على أنه ما يتم هذا القرار ديالهم، كان هو أن تلعب في المباراة ديالها في الثانية والعشرين من هذا الشهر، هذا من ديسمبر. فكنقول أنه قرار صعب للرجاء، ولكن بالعودة إلى تاريخ الرجاء وبالعودة إلى مباريات الرجاء في النهائيات، فدائما ما كيبرزوا لاعبين كيتألقوا كيكون مستوى عالي ديال اللاعبين. فإلا قلنا أنه الرجاء ضعيف على مستوى التركيبة البشرية، ولكن لنا الثقة في أن هذا الفريق كيكبر في المباريات الكبيرة. وأكيد أنه إلا فريق الأهلي المصري ما بغاش يأجل المباراة، لأنه حتى هو قال المباراة خصها تلعب في وقتها، رغم أن الكاف القرار ديالو كان هو أنه لا يوافق على التأجيل. فغادي نبينوا لهم على أرضية الميدان، لأن الكرة المغربية متألقة وعندنا الثقة التامة في الرجاء وفي مكونات الرجاء واللاعبين ديال الرجاء، رغم أنه الوقت ما غاديش يكون مناسب، لأن النهائي ديال البطولة العربية في 18 من هذا الشهر، بعد 4 أيام عندك مباراة ديال النهائي، صعب نوعا ما أنك المجموعة تكون متجانسة. ولكن أعتقد بأنه للرجاء رجالاتها اللي كتكون دائما في المستوى في مباريات مثل هذه، واللقب إن شاء الله سيكون مغربي باسم فريق رجاء الرياضي. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.